السلام عليكم، وياكم احمد في برنامج وش يقول. وسؤال حلقتنا اليوم، بنعطي جمهورنا الكريم اربع كلمات يختارون كلمه واحده منهم: الحب والصحه والحظ والفلوس. لا تنسون اللايك والشير والسبسكرايب، تفعلون جرس التنبيهات، تنشرون المقطع في كل مكان. السلام عليكم. صحة. الفلوس تسوي الصحة لو لا؟ لا، مو دائما. زين، كلمة ثانية يعني عطنا الصحة أول شيء، رقم اثنين وشو؟ عقب الصحة الحظ بعد. زين الحظ. يلا نزين، رقم ثلاثة. ثلاثة الحب. ما تبى فلوس؟ إذا ما عندك فلوس ما قدرت تسوي شيء. لا، إذا عندي حظ بحصل فلوس أوتوماتيك. مخك تجاري. تبى رتبهم؟ إيه، الأولوية عندك أنت، وش تبى أول شيء؟ الفلوس. الفلوس تبى ارتبهم؟ لا، اول شيء بتجي الفلوس، اقوم هالشهاده يا اخوي جاي الحظ من الفلوس، يعني اول شيء الحظ، اقوم هالفلوس. زين الصحه؟ الصحه بايبه بالفلوس. لا يعني عندي صحه وما عندي فلوس، كل شيء يكمل شيء، كل شغله بتكمل الفانيه. الحب بتكمل بالفلوس. اي اكيد. والصحه بتكمل بالفلوس. عندي صحة ولا عندي فلوس يا مرض؟ وما انت مختلف يعني رقم واحد تبغى الفلوس. انت جيب الفلوس يا ما عندي الهيلك. الفلوس اول شيء، وتالي وتالي الحب. والحظ كلهم. تجيب الفلوس انا عندي الهيلك. والصحة خير شيء؟ الصحة موجودة ان شاء الله. تكلمت خلاص، اليوم عندنا الصحة الحمد لله، فنتكلم بالنواقص. نواقص؟ لا، انا ما نبغى النواقص، نبي أربعة الأشياء ترتبهم حسب اللي تبيه أنت. حسب اللي أبي أنا. إيه، بس مو يعني إنها عندك الصحة ما بتختار الصحة. يعني أنت مو مقتنع باللي أنا جاوبته. أنا مقتنع باللي أنت جاوبته، بس مو الكل يقتنع به. يقولون لك أهم شيء الصحة، حتى لو عندك صحة تبي صحة. تبي يعني للناس مو إلى نفسي. آه، إلى نفسك أنت الفلوس هو. صحة والحظ والفلوس الحب. اخر شيء الحب. اي الحب في جميع الاحوال بي، يعني مو مسعيل عليه، بس الصحه ما تيك الوقت اذا ما تحافظ عليها وتهتم فيها، ما تيك اي وقت، ولازم في بعد تبغي حاط في حياتك. لا، والفلوس. والفلوس مهمه، مال البنون الله ذكرها في القران الكريم. فالمال شيء مهم يعني. زين ابو علي، لو حطينا الاكل وياه اخير شيء؟ الاكل شيء يعني مهم في الحياه، بعد لو واحد ما ياكل ما شو اسمه يعني، عقب الصحه الاكل ما يعني شيء رئيسي طبعا، بس ما تخلي ما ادري يعني ما الى ترتيب طبعا، لانه هم من الاساسيات، ما تقدر تحط له ترتيب اول او ثاني، بس اهم شيء الصحه في البدايه يعني. صحه فلوس يا ما ابغى الصحه، ما ابغى الفلوس. اذا جتني الصحه جاني الفلوس. الحظ. نزال الحظ، هذا الحظ يقول لك يا حظك يا بختك، هذا ما أمبي. يا حظك يا بختك. اي انا ما أمبي، أمبي حظ عند الله. يعني تبي الصحة. أمبي الصحة، بس غير الصحة ما أمبي. شوف، هي الصحة هي الركيزة الأساسية، يعني إذا ما عندك صحة ما بتقدر تحب، ولا بتقدر يكون عندك فلوس، ولا عندك شيء. أهم شيء الصحة. الصحة والأمان نعمتان مجهولة، فالصحة هي أهم شيء، يعني لازم التركيز على الصحة. طول ما في الصحة كل شيء عقبها. يعني الصحة أساس الحياة. أكيد، إذا ما عندك صحة يعني شوف، أنت تخسر وقتك، تخسر فلوسك، كله على الصحة. يعني أنت تصور نفسك واحد مريض من مستشفى لمستشفى، وبالإضافة فلوسه يصرفها كلها على الصحة، فالصحة هي الركيزة الأساسية للحياة. صحة. صحة كذا يعني. صحة. صحة. الفلوس. الفلوس لا بتجيب لي الصحة ولا شيء. تجيب لي مؤسسك وش فايدة بالصحة؟ شوف أمشيها أنا. زين هذي ما تخسر الصحة. فيها ما فيها تخسر. يعني المفروض تمشي على خفيف. إيه على راحة. طبعاً الصحة هي بتجيب كل شيء. فأول شيء الصحة. وتجيب يعني هي الأساس. إيه أساس، أنت إذا ما عندك صحة ما بتقدر تسوي شيء. زين لو إيش الكل يبى الصحة؟ لو إيش ما حد يبى أول شيء الفلوس؟ الفلوس ما حد يبيها. بس إنه يمكن يقول لك في أوادم تقول لك أضحي على حساب أولاد. وش بستفيد من الفلوس؟ ما تستفيد. ما بتستفيد من شيء. يعني على قول النفس ما يقولون الفلوس وسخ دنيا. أنا إذا وسخ دنيا أنا بجمع. كلهم بنجمعهم، احنا مو ما بنجمعهم، بس الصحة أهم. لا أهم شيء، أنا عندي الصحة أهم، يعني أهم نقطة. صحة.
اهم شيء الصحه. اهم شيء الصحه. الخال اللي سالناه قبل قال لا الفلوس. ما ادري كل واحد ورايه، انا عندي الصحه اهم شيء. اهم شيء المرتبه الاولى. في المرتبه الاولى نعم. حتى لو كان عندك الصحه تبغي الصحه. حتى لو عندي الصحه ابغي الصحه وحب الله. الحب حب لله. الله يعني الحب لله والصحه اهم شيء. صحه ادله. صحه صحه احسن من المال. صحه الفلوس. صحه صحه احسن من الفلوس. شلون يعني الصحه افضل من الفلوس؟ بقول لك انا الامام علي يقول نعمتان مجهولتان الصحه والامان. فانت اعطيتني الصحه من الاثنين اخترت الصحه والامان. زين خال رتبهم لي من الاولويه عندك. الحين قلت انت الصحه هذا رقم واحد، وعندك بعد الحظ والفلوس واللي هو الحب. طبعا الحب حب الناس. لما انت تحب الناس يعني محبتك للبشر الصحه بتسوي كل شيء. والصحه والحب وعقب الحب بعد الحظ بيجيك الحظ. لان انت الحين لما انت تكلمت وياي لو ما احبك ما وقفت وياك. يعطيك العافية حبيبي. هذا من أحسن شيء. عدل معدل. وأخير شيء الفلوس. الفلوس هذيك خلها الحين، لو عندي فلوس ولا عندي صحة ما فيها فائدة فلوس. وانتم يا مشاهدينا الأعزاء نبيكم ترتبون الكلمات حسب الأولوية عندكم. سووا لايك وشير وسبسكرايب، وعقب ما ترتبونهم اكتبوهم لنا في التعليقات كلهم. أولا طبعا الصحة الحمد لله، بعدين الحظ والفلوس الرابع شنو؟ الحب. الحب. لو ايش الحب اخير شيء يعني؟ لو ايش الناس في بعض الاوادم او معظمهم يقول لك الحب اخير شيء يعني، ما في قلوب ما في مشاعر. لا لا مو بهالطريقة هذه، انه ما في حب. الحب بيجي بيجي. الصحة طبعا في المرتبة الاولى. والمرتبة الثانية؟ جميع ما ذكر. كله رقم اثنين. كله رقم اثنين. اول شيء المهم الصحة. الصحة لهم شيء اكيد. زين الفلوس بعد جيبوا لي الصحة رقم واحد. جميع ما ذكر أحسن. يعطيك العافية. أيوة حياك الله. طبعا أفضل الصحة في المرتبة الأولى. المرتبة الأولى طبعا هاي الفلوس آخر ما نفكر فيه، هو صدق المال هذه الروح بس. طبعا إذا ما عندك صحة ما تقدر تجيب. تسافر تجيب الصحة؟ لا ما تقدر إذا ما عندك صحة. إذا أنت في الأساس صحتك يعني مثل ما تقول، خلنا نقول في البداية أنت إذا مثلا مبتلى بمرض، فيعني تراولي الصحة هي ولي تراولي أكيد يعني الصحة. إذا كان هو في صحة وعافية بيقدر يعني تراولي، يقدر كل شيء يسوي، يجيب الفلوس يحافظ على صحته زين، يعني يقدر يمشي حاله. أتوقع يعني بالصحة كل شيء يستوي. كل شيء نعمتان مجهولتان الصحة والأمان. يعطيك العافية خال وما تقصر حياك. أكيد الصحة. أكو وياهم بعد الفلوس. الصحة تجيب الفلوس، وإذا جابت الفلوس يصير الحظ قوي. الحب إنزين. الحب. الحب الحب لله سبحانه وتعالى. هاي إحنا في صحتنا وفي مرضنا. ما في إشكال فيه. يعني حب البشر بعد خلنا نقول حب البشر. حب البشر طبعًا إذا كان الإنسان صحيح يرغب لجميع البشر. إذا كان الإنسان مريض حتى نفسه يكرهه. بس أولاً طبعاً إذا كان تقصدك الحب لله هاي أولاً. بس إذا كان للبشر هذا بعد الصحة، لأن أهل البيت وصونا اسألوا العافية. المال يجي ويا العافية. أولاً العافية. لا يعني أنا أكلمك لك أنت تبغى رتبهم. أخذنا الفلوس. عقب الفلوس مرتب الحب، الزواج خب تاخذها بتتزوج ولا هي اول بيك الحب عشان تستفيد من الفلوس. تستفيد من الفلوس خب ما باخذ الفلوس بلعب فيها. الصحه خب هذه موجوده يعني، اللي هي الفلوس راح تجيب لي الصحه ان شاء الله. قول ان شاء الله. ان شاء الله. والحظ. والحظ هذا الحظ رقم اثنين احسن له. لا هذا الحظ مو موجود، شيله منهم، خلهم بس فلافه. بس الفلوس. ما انتظر الحظ، الحظ هذا متعب. يعني اللي هو ايش اسمه يعني بتروح لرزقك. تروح لرزقك. اما بتروح لي لا شيء. نقول المثل لو تجري جري الوحوش غير رزقك ما تحوش. بس اهم شيء انك تكون صاحي وقانع باللي عندك احسن من كل شيء. القناعه كنزا. لا هذا الكلام لو غلط. احسنت.
حبيبي كل شيء تسويه يعطيك العافيه احسن من كل شيء.